بغيت ندير يعني تعقيب على تصريح معالي وزيرة التربية الوطنية يعني في سياق تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة في الأدوار الثلاثة. هذا مهم ومهم جدا، لأن الكلام عن ديناميكية تدريس اللغة الأمازيغية يكون الأساس في التكوين وفي التوظيف وفي فتح مناصب مالية. هذا موقف المحافظة السامية الأمازيغية. التعداد مرتفع، ونعطي على سبيل المثال ولاية بسكرة. ما لازمش تكون ولاية بسكرة على هامش ديناميكية تدريس اللغة الأمازيغية أستاذ أو أستاذين أو في طلب واحد، هذا قليل جدا.